السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد، أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح المحور الثاني The World Around Me Chapter 1 أو الفصل الأول Our Environment منهج Discover اكتشف كتاب Primary 1 أو الصف الأول الابتدائي. وقبل ما نبتدي في الشرح أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب يكون معاك كشكول للديسكوفر علشان تذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين ده cover chapter 1 our environment أو بيئتنا، our يعني حاجة ملكنا، environment يعني بيئة، our environment بيئتنا. وأول صفحة في chapter 1 هي page 69 أو صفحة 69، وعنوانها كالآتي at the playground يعني في الملعب at the playground. directions بتاعتها بتقول use your pencil استخدم قلمك الرصاص to circle the things that Kareem sees. Use استخدم your pencil قلمك الرصاص to circle لتضع دائرة حول the things الأشياء that كريم اللي كريم sees يراها. ودي story صغيرة كده short story أو قصة صغيرة بنتكلم فيها عن صديقنا كريم ده وهو في الملعب. هحكي لكم القصة وهقولها لكم، وعايزكم تمسكوا قلمكم الرصاص وتحطوا دائرة حوالين كل حاجة هنقولها دلوقتي. فأول حاجة عندنا هنا بتقول كريم is at the playground، كريم في الملعب. كريم is at the playground. He sees many things، هو شايف حاجات كتير. He sees many things، هو شايف حاجات كتير. many كثير، things أشياء. He sees a bird، a bird يعني طائر. انتوا شايفين هنا يا أصحابي في طائر، طائر طبعا مكانه بيبقى طائر، طاير في الهواء او واقف على شجرة. شاطرين، ادي البيرد، فهنعمل حوالين البيرد سيركل with our pencil بقلمنا الرصاص، ولازم نبقى عارفين يعني ايه بيرد يعني طائر. he sees a rock، هو شايف صخرة. شايفين هنا في الصورة في اي صخرة؟ شاطرين، ادي الروك اللي موجودة، نعمل حواليها سيركل بالقلم الرصاص. He sees a tree، هو شايف شجرة. انت شايفين هنا في شجرة في البلاي جراوند؟ شاطرين، التري اهي، ادي التري، هنعمل حواليها سيركل بالقلم الرصاص. He sees a slide، هو شايف slide يعني زحليقة، حاجة اللي هي بنتزحلق عليها، انتوا عارفينها طبعا. شاطرين، ادي slide، هنعمل حواليها سيركل بالقلم الرصاص. واخر حاجة هو بيقول لك he slides down the slide، يعني هو بيلعب وبيتزحلق على الزحليقة دي. وبكده نكون انهينا البيج دي. الكلمات الجديدة طبعا اللي لازم نحفظها يعني ايه playground، use استخدم pencil قلم رصاص، circle دائرة، things اشياء، sees يرى، دي في present simple. احنا ان شاء الله هنعمل شرح مفصل للجرامر، هو مش موجود دلوقتي ومش هنعمله دلوقتي، بس هنعمله في الاجازة علشان خاطر بعد كده ينفعنا في المناهج اللي جاية ان شاء الله وناخد فيه الازمنة. sees يعني يرى في الـ present simple، هنشيل منها الاس، هتبقى see يعني يرى في المصدر او في الـ infinitive، نحفظها زي ما هي see. many يعني كثير، things اشياء. bird يعني طائر. rock يعني صخرة. tree يعني شجرة. slide يعني زحليقة. وslide down يعني بيتزحلق او بينزلق عليها. بكده نكون انهينا page 69 ونتنقل للبيج اللي بعد كده. living thanks song، living thanks song يعني اغنية الكائنات الحية او الاشياء الحية. thanks اشياء، song يعني اغنية. احنا نقول الاغنية دي الاول بشكل عادي وكأننا بنقراها علشان نعرف الكلمات الجديدة، وكده هنغنيها مرة واحدة مع بعض علشان نعرف هي بتتغنى ازاي. فاول حاجة living things يعني الكائنات الحية.
living things all grow and change، يعني الكائنات الحية all كلها، grow يعني بتنمو، and و change يعني بتتغير، grow and change، grow and change بتنمو بتتغير. living things all grow and change، الكائنات الحية كلها بتنمو بتتغير. non living things، الكائنات الغير الحية أو الأشياء الغير الحية، do not يعني لا تنمو ولا تتغير، do not يعني ما بتعملش كده. living things need food and water، يعني الكائنات الحية بتحتاج للطعام وبتحتاج للمياه. living things need food and water. non living things do not، يعني الكائنات الغير الحية ما بتحتاجش لمياه ولا لطعام، لا يعني الكائنات الحية ما بتحتاجش لطعام ولا المياه. living things need air to breathe، يعني الكائنات الحية بتحتاج للاير، الهواء، to breathe لتتنفس، air to breathe الهواء لتتنفس، air to breathe. living things need air to breathe. non living things do not، الكائنات الغير الحية أو الأشياء الغير حية ما بتحتاجش الهواء لتتنفس. living things move on their own، يعني بتتحرك بمفردها، on their own يعني بمفرده، بمفردها، on their own بمفردها، on their own بمفردها، وموف بتتحرك هنا طبعا. living things move، الكائنات الحية بتتحرك، on their own بمفردها. non living things do not، لا تتحرك بمفردها. ونقولها في شكل الأغنية. living things، الكائنات الحية. living things all grow and change، grow and change، grow and change. living things all grow and change. non living things do not. living things need food and water، food and water، food and water. living things need food and water. non living things do not. living things need air to breathe، air to breathe، air to breathe. living things need air to breathe. non living things do not. living things move on their own، on their own، on their own. living things move on their own. non living things do not. وبكده نكون انهينا page 70 أو صفحة 70، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. وزي ما احنا شايفين دي بيج 71 أو صفحة 71، وعنوانها Is it living؟ هل هو حي ولا غير حي؟ طبعا هنا بيعرفنا الفرق بين الكائنات الحية والأشياء الغير الحية بشكل أكتر. والدايركشنز بتاعت البيج دي بتقول write yes، اكتب نعم or no أو لا in each box، في كل صندوق أو في كل مربع. واحنا لازم نلف الكتاب ونعدل الصفحة بشكل عادي قدامنا عشان نقدر نقرأ الكلام المكتوب ونكتب yes or no. فإحنا هنلف الصفحة، خليكم معايا. واحنا كده عدلنا البيج وعدلنا الصفحة قدامنا. زي ما احنا شايفين هنا object، object يعني عنصر، هنا bird، bird يعني طائر، rock، rock يعني صخرة، tree، tree يعني شجرة، slide، slide يعني زحليقة زي ما احنا قلنا قبل كده. وأول سؤال هنا في الأعمدة اللي موجودة جنب الصور هنكتب تحت منها طبعا yes، نعم or no، لا. لو الكائن ده بيعمل، لو الصورة دي بتعمل كده هنكتب yes، لو الصورة دي أو الكائن اللي في الصورة دي ما بيعملش كده هنكتب no. أول حاجة does it grow and change، هل هو بينمو وبيتغير؟ البيرد yes، it's grow and change، بينمو بيتغير. طب البوكس التاني does it need food and water، بتحتاج للطعام والمية؟ yes، الطائر بيحتاج للطعام والمية. does it need air، بيحتاج للهواء علشان يتنفس؟ yes، بيحتاج الهواء عشان يتنفس. does it move by itself، يعني هل بتتحرك بنفسها؟ move يعني يتحرك، و itself يعني بنفسها. yes، بيتحرك بنفسه. is it living، is it living يعني هل هو حي؟
يس هو كائن حي، يبقى البيرد كله يس لأن هو فعلا كائن حي. الروك، الروك اللي هو الصخرة، does it grow and change؟ هل هي بتنمو بتتغير؟ شاطرين. no. does it need food and water؟ الصخرة بتحتاج مية وأكل، الصخرة بتحتاج طعام ومية. no. شاطرين. does it need air؟ الصخرة هتفرق معاها هي موجودة في مكان فيه هواء أو لأ؟ شاطرين. no. does it move by itself؟ هل هي بتتحرك بنفسها؟ عمرك حطيت صخرة في مكان أو شفت صخرة في مكان وصحيت لقيتها اتحركت راحت مكان تاني؟ شاطرين. no. is it living؟ هل الصخرة حية، كائن حي؟ شاطرين. الصخرة شيء غير حي. ونتنقل على الصورة اللي بعد كده، التري does it grow and change؟ هل الشجرة بتنمو بتتغير؟ yes الشجرة بتنمو بتتغير. does it need food and water؟ الشجرة محتاجة طعام ومية. على الطعام بتاع الشجرة زي ما احنا عرفنا قبل كده، النباتات بتسحب الواتر من السويل او من التربة، وبقى المية دي موجود فيها المعادن والعناصر اللي هي محتاجاها علشان تنمو، فهي بتحتاج الفود، بس الفود بتاعها مش زي الفود بتاعنا. يبقى yes it's need food and water. Does it need air؟ الشجرة بتحتاج لهواء عشان بتتنفس. yes طبعا الشجرة بتحتاج الهواء. Does it move by itself؟ الشجرة بتتحرك من نفسها. في تجربة كانوا عملوها زمان وحطوا نباتات في مكان الشمس بتطلع فيه من اتجاه معين، زي نبات اللي بيسموه عباد الشمس أو تابع الشمس. النباتات بتتحرك ناحية الشمس لأنها بتحتاج الضوء علشان تقدر تكمل حياتها وتفضل تعيش، فالنباتات بتتحرك من نفسها بدليل إن هي بتنمو وبتمد جذورها في التربة علشان تسحب المية والعناصر الغذائية زي ما احنا قلنا، وده نوع من أنواع الحركة. وبرضو بتتحرك من نفسها في اتجاه الضوء لما بتحتاج ضوء، والضوء ده بيبقى موجود بتاع الشمس في اتجاه معين هي تلاقيها بتتحرك ناحيته. فيس النباتات move by itself. Is it living؟ Is it living يعني هل هي كائن حي؟ yes النباتات كائن حي. ونوصل لآخر حاجة، slide أو الزحليقة، does it grow and change؟ الزحليقة بتكبر وبتتغير. عمركم رحتوا الجاردن مثلا ولقيتوا الزحليقة اللي لعبتوا عليها المرة اللي فاتت لقيتوها المرة دي كبرت شوية وتغيرت؟ no طبعا. does it need food and water؟ بتحتاج لطعام والمية؟ طبعا لا. no. does it need air؟ هل هي بتحتاج للهواء؟ طبعا no. does it move by itself؟ الزحلية بتتحرك لوحدها كده، بتمشي لوحدها يعني بيحطوها في حتة ممكن تتحرك منها؟ طبعا no. واخر حاجة، is it living؟ هل هي كائن حي؟ اكيد no. وبكده نكون انهينا page 71 او صفحة 71، وانهينا معها درس النهاردة. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب، وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.